ابن ابني حفيدي وأنا أم أبو. صار 3 سنوات. أمه لمحمود وأبوه عاشوا مع بعضهم فترة 1.5 سنة بس. أمه لمحمود توفت هي أثناء الولادة مثل حارس، يعني حارس معمل وهيك. جيت إسعاف مع ابن ابني، حولونا على تركيا بسيارة إسعاف لأني كان وضعه خطير. محمود البلع عنده صعب، يعني مسمى علميا فغر معدي، بنحطوا له أنبوب للتغذية من بطنه. حالته الصحية غير مستقرة. أصعب شيء عم بواجهه هون إنه معيشتي غالية، يعني إنه ما في حدا يصرف علي. إني صعب كتير تطلبي من الناس إنه يساعدوكي. أنا حاولت إنه ألاقي شغل إنه مشان أعيش أنا ومحمود، يعني إني يعني بتطلب إله مستلزمات كتير. أنا معي ديسك، حالتي الصحية يعني بتسوء كتير، معي ديسك برقبتي وظهري، ومعي السكر مرتفع كتير. أقدر عن استطاعتي، بس وقت البمرض يعني بقصر شوي معه، بس برجع إن شاء الله. يعني هو بده لازم يعني يكون في معه إنه يعني صبية تطلع عليك، يعني أصغر مني أو شيء، بس ما في غير أنا وهو. أنا بتمنى لمحمود يعني بالمستقبل إنه وضعه الصحي يصير أفضل من هلا، إنه يلاقي رعاية طبية أكثر من اللي مقدمة له. بتمنى يعني إنه الله يقدرني أضل، يعني بتمنى إنه الله يقدرني إنه أضل يعني أحسن، أضل أقدم له الرعاية يعني.